السلام عليكم. كما وعدناكم اليوم نقدم لكم الجزء الثاني من هذا التقرير الرائع الذي يتكلم عن تهيئة الواجهة البحرية لمدينة الجزائر العاصمة. إذا اليوم نقدم لكم الجزء الثاني المتعلق بتهيئة وادي الحراش بين مدينة الحراش وساحل صابلات. إذا بدون إطالة نخليكم تتابعوا هذا التقرير عن تهيئة وادي الحراش. من هنا يمكن للمشاة وراكبي الدراجات وممارسي جميع أنواع الرياضات الوصول إلى ضفاف وادي الحراش الممتد على مسافة 5 كيلومترات. تتم تهيئة وادي الحراش ليكون قطبا سياحيا متميزا نظرا لموقعه على طول مسار مناطق عمرانية كثيفة وصولا إلى مصب الوادي بالواجهة البحرية صابلات وقبالة جامع الجزائر. مشروع تهيئة وادي الحراش ينقسم إلى قسمين رئيسيين، هي الحماية ضد الفيضانات والتهيئة الجمالية. الحماية ضد الفيضانات تمر عبر تهيئة مجرى الوادي وذلك بتوسيعاته، والجرف ما يزيد عن 2.5 مليون متر مكعب من الأوحال والضمي. زيادة على تشييد نظام الحماية ضد الفيضانات وذلك لتسيير المخاطر المتعلقة بالفيضانات وحماية المواطنين والساكنة على مستوى الوادي. إذن سيدي تتم أيضا تهيئة أشغال وادي الحراش من أجل أن يصبح قطب سياحي بامتياز، ما هي أهم المرافق التي تدعم بها هذا المشروع؟ حرصا من السلطات العمومية للحفاظ على مكتسبات مشروع تهيئة وادي الحراش وحسن تسيير المرفق العام، تم إنشاء مؤسسة عمومية ولائية لتسيير منشآت وادي الحراش المهيئة وترقيته اختصارا إيبيك إيكولو، وذلك من أجل تسيير هذا المرفق العصري وتقديم خدمة عمومية للمواطنين والسياح على مستوى منشآت وادي الحراش. وادي الحراش هو تحويل مجرى الوادي في الملاحة على مسافة تقدر ب 6 كيلومتر، لأين وصل هذا المشروع؟ تحويل مجرى الوادي إلى مجرى قابل للملاحة هو من الأهداف المرجوة من مشروع تهيئة وادي الحراش، نعمل على ذلك. أشير إلى نقطة واحدة وهي وجود عائق آخر أمام تحقيق هذا الهدف، وهو مرور أنبوب نقل الغاز المميع جي بي إل 10 إنش على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 3.56، وهو ما نعمل عليه حاليا، حيث أن السلطات المختصة نذكر وزارة الطاقة ومؤسسة نفطال يقومون حاليا بدراسة لتحويل هذا الأنبوب خارج مجرى الواد أو لتحويله إلى عمق أكبر، وذلك بغية تحقيق هذا الهدف وهو الملاحة على طول 6 كيلومترات. سيكون كل شيء جاهزا لاستقبال العاصميين وكل الجزائريين، وستكون الجزائر العاصمة قبلة للسياح القادمين إليها من جميع أنحاء العالم عبر البحر. فتاريخ خليج العاصمة البحري لن يندثر وسيحيا من جديد لتقديم لوحة أكثر جمالا وجاذبية لعاصمتنا البيضاء.